كشفت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج بالعيادات وصل لنحو 4900 حاج. وأضافت البعثة أن عدد الذين تم احتجازهم بالمستشفيات 23 حالة خرجت منها 7 حالات، وتم عمل الغسيل الكلوي لأربع حجاج. وقد عقدت البعثة 662 ندوة تثقيفية من فرق الطب الوقائي، استفاد منها حوالي 18750 حاجة. وسط هذه الجموع الغفيرة التي جاءت تلبية لدعوة الرحمن بأداء الفريضة، واصلت البعثة الطبية المصرية عملها الليل بالنهار لتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية لضيوف الرحمن، مع عمل متابعة ميدانية من قبل مسؤول البعثة للوقوف على الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين، والتي شاهدت إقبالا وصل لأكثر من 3000 حاج تلقوا الخدمة العلاجية من قبل كوادرها الطبية. وصل تقريبا المترددين على العيادات أكثر من 3000 متردد ومستفيد. الندوات التثقيفية بتاعت المجموعة زمايلنا بتوع الطب الوقائي مستمرة على كافة الفنادق الموجودة، بيتم عمل توعية، بيتم عمل إرشادات، لأن درجة الحرارة بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة عن سابقتها، فالتوعية مطلوبة عشان طبعا الوقاية خير من العلاج. حالات الغسيل الكلوي أعداد الحمد لله أعداد بسيطة، وبيتم متابعتها مع المستشفيات. المديرية الصحة بالعاصمة المقدسة في مكة المكرمة عاملة دعم كبير جدا للبعثة المصرية والحجاج المصريين، والحمد لله الأمور مستقرة بتاعت كافة الحجاج اللي موجودين في المستشفيات حتى الآن. مجموعة الطب الوقائي الموجودة في البعثة الطبية بتعمل زيارات مستمرة للحالات بعد خروجها من المستشفيات للاطمئنان على صحتهم ومتابعة العلاج اللي هم مستمرين عليه بعد الخروج من المستشفيات. كما واصل فريق الطب الوقائي بالبعثة عمل الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج المصريين فور كل صلاة بمقر إقامتهم، كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات أولا بأول من خلال المخزون الاستراتيجي والتموين الطبي بالبعثة. بتجيلنا حالات ضغط، وبتجيلنا حالات سكر، وبتجيلنا حالات خدم سكري بنسبة كبيرة برضو، تقرحات في الرجل وغيارات جراحية ليها، بتجيلنا حالات القولون والامساك والحاجات دي كلها برضو بتيجي بصوره كبيره. مع زياده الاعداد ده بيتم توفير الادويه من طريق الامداد الاستراتيجي، امتداد المخزون الاستراتيجي من اداره الامداد الصيدلي والتموين الطبي اللي موجوده معانا هنا. بنوفر جميع انواع الادويه اللي موجوده للحالات اللي ممكن نستقبلها في العيادات، زي ادويه خاصه بالالتهابات، ادويه البرد، ادويه الالتهاب الشعبي، القحه، ادويه الحساسيه، التهابات العين عشان ارتفاع درجات الحراره، التهابات الجلد، مضادات حيوية. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين تجاه أعضاء البعثة الطبية المصرية. ادوني علاج القولون والحمد لله، يعني بتابع وياهم يوميا، فقايمين بالواجب 24 قراءة. تزين ما شاء الله، انت فوق الخيال بجد، الله يبارك لكم ويصلح لكم حالكم. ركب تعبانة، جيت دهنوها لي كريم ودوني البرشام ده. دخلت للدكتور دلوقتي بصراحة، عمل معايا الواجب واداني حبوب وكشف عليها ضغط وسكر وكل حاجة. يعني خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا، شعار أصبح واقعا ملموسا لدى أعضاء البعثة الطبية المصرية الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير خدمة علاجية لضيوف الرحمن تصل لمستوى الجودة. محمد حلمي، التلفزيون المصري.